السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي من داخل مصر ومن خارج مصر. النهاردة بإذن الله معانا عرض فواخر، ولسه عروضنا مستمرة من داخل مزرعة الدلتا للإنتاج الحيواني. ولكن مبدئيا أتمنى لحضراتكم تدوسوا لايك للفيديو، عشان اللايك دوت يا جماعه بيساعدنا ان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، واللي محتاج حاجه من العرض دوت يستفاد بيها. فدوس لايك ويلا بينا نبدا حلقتنا ونقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. النهارده زي ما ذكرت لحضراتكم عروضنا مستمره من داخل مزرعه الدلتا للانتاج الحيواني بمحافظه الغربيه. النهارده استاذ ابراهيم لسه ما زالت عروضه مستمره في الانيه بفضل الله. يوجد قطيع كامل برق حر، خرفان ذكور للأنية كلهم برق حر بيور، طبعا واخدين جميع التحسنات اللازمة داخل المزرعة. وبالنسبة للأعمار بتاعتهم بتبدأ من 3 شهور ونص و4 شهور. خرفان ما شاء الله عليها يا جماعة، غنم محترمة، غنم شبعانة لبن وبتالف، حاجة ما شاء الله. بالنسبة لتفاصيل العرض كمان النهاردة، حضرتك لو هتشتري من اول 20 خروف هتتحاسب بسعر الجملة، تمام كده؟ يعني انا واحد رايح مزرعة الدلتا هشتري 20 خروف فيما فوق هتحاسب بسعر الجملة اللي هو 2000 جنيه للرأس الواحد، 2000 جنيه للرأس الواحد. برضو انا لو عايز رايح وحاجة قطاعي خروفين 5 10، المهم ان هو اقل من 20 حتة، هتحاسب بسعر القطاعي اللي هو بيبدأ من 2200 جنيه، تمام كده؟ يبقى سعر الجملة من اول 20 خروف 2000 جنيه، واقل من 20 خروف بتحاسب بسعر القطاعي 2200 جنيه. وكمان يا جماعة موجود اي كمية حضرتك محتاجها، حضرتك محتاج 50 خروف، 100 خروف، 150 خروف، 200 خروف وهكذا فيما فوق، موجود باذن الله متاح اي كمية من داخل المزرعة، وهتورد اي كمية لو حضرتك محتاجها. ومزرعة الدلتا للإنتاج الحيواني موجودة بمحافظة الغربية مركز بسيون. لو حضرتك عجبك العرض أو محتاج أي حاجة من المزرعة تقدر تتواصل مع أستاذ إبراهيم على رقم 012-899-494-28، الرقم قدام حضرتك في الفيديو تقدر تنقله وتتواصل معاه بكل سهولة. وأخيرا أتمنى من حضراتكم اللي نسي يدوس لايك في أول الفيديو ياريت يدعمنا بلايك، وكمان لو اول مره تتفرج علينا ياريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الاشعارات بتاعه العروض اللي بتنزل يوميا من جميع المزارع. شكرا لحضراتكم، كان معكم محمد مصطفى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Yeah.
Thank you.